افتتح سعادة مدير جامعة الملك فيصل المكلف الدكتور عبد الرحمن بن سلطان العنقري الركن الذي شاركت به كلية الصيدلة الإكلينيكية في فعاليات المعرض التوعوي الصحي صحتك تهمنا، وذلك تحت شعار الاستخدام الأمثل للأدوية رؤية صيدلانية تحت رعاية وتنظيم مديرية الشؤون الصحية بالأحساء ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية، وكان بصحبة سعادته سعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحيدر وسعادة عميد كلية الطب الدكتور حاتم عثمان أحمد قطب. وقد استمع سعادته إلى شرح مفصل عن محتوى الركن وما الرسالة التي يريد إيصالها للمستفيدين. والفعالية هذه ليست الأولى، هما